وصول الصواريخ إلى حيفا وجبل الكرمل، وقيل إن هناك تسلل من الجانب اللبناني، تسلل جوي إلى إسرائيل، وقبلها قصف تل أبيب وعسقلان. هل هذا يشي بأن الأمور تنزلق إلى مزيد من التصعيد؟ لا شك في ذلك، لأن المعركة ما زالت في وسطها، ما زال مع معاني المعركة متواصلة. ولذلك نجد أن الأسطول الأمريكي أو الباخرة الأمريكية وصلت إلى شرق المتوسط، أن الأسلحة الأمريكية تصل إلى جنوب فلسطين دعما للإسرائيليين، أن الإسرائيليين يقولون بكل وضوح كما قال وزيرهم يوآف جالانت أننا الآن مستعدون يعني للاجتياح. ولذلك يعني هنالك سؤال جوهري الحقيقة يواجه حزب الله بشكل رئيسي، هل سيشاركون في هذه المعركة؟ هل سيساندون حلفائهم حركة حماس والجهاد الإسلامي بهذا الاتجاه؟ هذه الحقيقة أسئلة جوهرية، لا ما في إمكانية لأحد أن يجيب عليها إلا الوقائع والأحداث. ولكن الواضح بكل وضوح أن قوات المستعمرة الإسرائيلية تحضر نفسها، وهذا الدمار وهذا الخراب الذي قامت به وأنجزته في قطاع غزة هو تمشيط قطاع غزة من أي مواقع افتراضية، لأنه شيء مؤكد أن الذي قام بالمبادرة في يوم السبت الماضي أدرك في حساباته أن ردود الفعل لدى المستعمرة الإسرائيلية سيكون في إمكانية للاجتياح. ولكن يجب أن نتذكر أن الاجتياح الإسرائيلي الذي وقع عام 2014 كبد الإسرائيليون في ذلك الوقت 96 جندي إسرائيلي، لأنه كان هنالك كمائن فلسطينية، خنادق فلسطينية ففوجئ بها جيش الاحتلال. ولذلك الذي قام بهذا العمل لا شك أنه ماخذ تحضيراته في باطن الأرض بالأنفاق إلى آخره. ولذلك الإسرائيليون يحاولون الآن تمشيط كل المنطقة عبر الصواريخ وعبر القصف المكثف، وبالتالي خلق مناطق فارغة من السكان ومن الأبنية حتى يكون هنالك احتمال لإنزال في داخل المناطق، بحيث ما يكون الاجتياح بشكل تدريجي بل بشكل مكثف، سواء عن طريق الحدود الفلسطينية مع مناطق 48 أو من البحر. ولذلك الحقيقة القدرات الفلسطينية بهذا الاتجاه لا شك أنها متواضعة مقارنة مع التفوق الإسرائيلي، ولكن المعنويات مختلفة. أعتقد أن الفلسطينيين الذين شاركوا بهذا العمل لديهم دوافع جهادية غير عادية، وإلا لما نجحوا وقاموا بهذا العمل. بينما طبعا استغلت حركة حماس والجهاد الإسلامي يوم السبت، واستغلت عيد الغفران، وأيضا بما يوازي معركة أكتوبر عام 73. هذه العوامل لعبت دور أساسي، ولكن حينما ندقق بالإسرائيليين نجدهم اللي كان سكران، اللي كان نايم، اللي كان يعني غير، لأنه كانوا سهرانين طول الليل وإلى آخره. ولذلك الآن الوضع مختلف، هنالك حشود واضحة، هناك برنامج يكاد يكون واضح لدى المستعمرة الإسرائيلية في عملية الاجتياح. وكما قال يوآف جالانت أن قطاع غزة بعد الاجتياح سيكون تماما يختلف.